حل واحد، الشفافية. لما البطاقية نتاعكم تكون جاهزة ويكون تظلم ونتكلف بالتظلم وندير البحث لكان مظلوم ولا هوش مظلوم، ما يزيد واحد يقطع طريق ولا يدير ولا لا. احنا شفنا في مرحلة مضت الناس تاخذ السكنات بالزغاريت والعلامات رجعنا للمأساة. علاه؟ لأن البطاقية تكسرت باش تقدر تمرر هذا وهذا وهذا وهذا. أرجوكم رجعوا للشفافية. القوائم تنشر، إذا فيه ملاحظات ندير التحريات نتاعي، وكل ذي حق ياخذ حقه، اللي ما عندوش الحق ما تعطوش، يدير واش يدير، لأن أنتم عندكم الدليل باللي السيد عنده. غادي نديروا قانون إطار، كل من يزور ملف باش يدي حق الجزائري الآخر يتعاقب في كل ميادين. اللي عنده يدعي ما عنديش باش يمشي يدي امتياز نتاع دخول مدرسي ولا ممكن يروح فيها بخمس سنين. اللي يدي سكن هو عنده ثلاث سكنات ولا أربعة والملف تاعو مزور ممكن يدي فيها خمس سنين ولا عشر سنين إلى آخره. لازم نحبس هذا التزوير واستعمال المزور والغش.